نخش الاول على اللقطات من المطار اهي. بعثتنا بقى في الطريق ان شاء الله باذن الله، بالعوده باذن الله بالاميره العشرة، وفي المطار وزي شايفين كابتن محمود الخطيب اهو دلوقتي مع كهربا واعضاء مجلس الاداره. يعني فرحه حلوه طبعا، يعني العوده بالكاس ليها كده رونق، ليها فرحه حلوه قوي 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 قوي. وكمان هي الحلوه يا كابتن دي على التوالي، يعني بطوله يعني متتاليه في 7 شهور، يعني حاجات جميله جدا جدا. والناس بتقول دلوقتي ال 11 يا اهلي. طب من حقهم يا كابتن، صحيح الطموح حلو. والكابتن محمود الخطيب ووش السعد الاستاذ طارق انديل والاستاذ خالد درندلي اعضاء مجلس الاداره، طبعا كلهم كانوا ورا الفريق النهارده، وبرده كانوا مدين دعم جامد جدا للفرقه، واللعيبه حاسه ان النادي كله حتى بالمنظومه كلها وراهم. يمكن 4 5 ايام قاعدين مع بعض نايمين اكلين شاربين، حاسين بتواجد ان هم فعلا اسره النادي الاهلي. بقول لحضرتك عيله النادي الاهلي. كابتن ايمن انا بتكلم بضرب يعني مثلا مش مجامله الاهلي، بنقول ان دي منظومه متكامله. كابتن اسامه والاستاذ محمد سراج بتدي نموذج محترم جدا لاي عمل ناجح. صحيح. خلى كابتن ايمن يعني بطولات الافريقيه من يوم ما الجيل بتاع كابتن علي ميهوب قصوا الشريط سنه 82، كابتن محمود الخطيب من 82 ل 2021 شارك النادي الاهلي في العشر. والاستاذ عمرو فاروق اهو كمان وهو